وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا الهمنا رشدنا وثبت اقدامنا فيما يرضيك من احوالنا امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه منه وبركات ورضوان ولا عدوان الا على اهل العدوان. الان بفضل الله تعالى سنحاول مقاربه مباركه من ايتين من سوره الانعام 20 26 25 الذين آتيناهم الكتاب أي يهود النصارى وكم في أغلب أحيان في الخسارة عبر التاريخ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني القرآن لأنهم عندهم الأصل مخفوض من التوراة التي كتبها الناس في 43 كانوا يقلوا الناس نحو التوحيد ونحو طاعة الله ويدبروا الغافلين والمنافقين من سوء العاقبة. إذن هم يعرفوا دين في القرآن ما عندهم حتى لحظة من الشك أمام الله ومن نزع الكتاب عليه الصلاة والسلام عند الأوصاف وإنما اختيرها أوصاف تماما تماما في أخلاقه وخلقته مع علامات من طابع النبوة وزي النصرة من ظهر الكريم عليه الصلاة والتسليم. ويعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم الناس يعرف من النظر ما عاش لك ابن ولا بنت وهم رجال فهم زانيات أما عموما نحو الأمر في العموم يعلم تمام عموما واحد يقول أنا مش ولد ولا هذه مش بنت هذا مش سبيل صحيح بل يكون اختلاف بنات عائلية وعلم جماعات تكون متينة مش بنت الأطراف الأخرى هي كافرة لأصلها لهذا المسألة نفسها تعتبر ضدا لماذا تأديب الكيان ولهذا لابد بأمر إسلام عاقبين واحد من الأفراد من كل وهي من الخطوة الأولى هي أن كل واحد يلتزم مع ذاته لذريته فلا نعود إن شاء الله تعالى.